ببيع قطعة وكذا. قلت له جيب لي هاي، عملت سيرج عليها وقلت له جيب لي هاي. قال لي على عاتك، انا ما بعرف تيجي ولا بتيجي. قلت له زي ما قارع انا خلاص جيب. والسيارة 180 درجة اختلفت. هاي كلفتني لحالها لما جبت 35 دينار، لكن اذا بدك تجيبها مجموعة شيء زي صحيح وموجودة بالسيرج، بدك حب ابعث لك رابط موجود. الرابط تمام ما شاء الله ممتاز للشباب اللي بتقتني، لانه هاي الايفاب هاي مشكلة فيها بالركبة. خلاص ما شاء الله ممتاز ممتاز. فانا حبيت اقول لك ليش بيجي معها مفتاحين، بعدين كيف تيجي، بعدين نشوف ميزتها. يعني بتفتح هاي ما حدا لا حدا بيقدر يسرق منها او اذا بدك. وبعدين تسكيرها سهل شايف، يعني مجرد تحطها بالطريقة هاي. شيل المفتاح منها؟ لا لا المفتاح يكون لازم المفتاح فيها مسكبس. حطيتها انا الجلدي هاي. ما شاء الله ممتاز ما شاء الله ما شاء الله. فهاي لزباينك خلاص محترمين. الله يجيك الخير. هاي الطريقة يا اخوان عشان بيخرب عندهم رقبات.